حسن ياما يا حبيبي ايه اللي منايمك كده؟ ما تخش تنامي جوه. يا ده انا مش نايمه، انا بس غفلت شويه كده. امال فين خالي ويارو؟ خالك نزل يحلق ويارو كان بتلعب هنا من شويه. طب بيغسل لنا شويه الفاكهه دول. حاضر يا ده. ياما هي ده نايا يارو. فين يا بابا؟ فين يا بابا؟ هي مالها؟ سيبها يا دناي زي ما هي، ما تجيش ناحيتها. هي النوبة ما بتجيلها بتستريح لما بتعمل كده. من كتر ما بتجيلها دناي بتعمل زي ما الدكتور قال لنا بالظبط. ما تقلقش عليها يا حبيبي، هي هتستريح بعد شوية، هي عارفة علاجها كويس. انت كويسة؟ انت كويسة؟ انت كويسة؟ ده كلام برضه يا عم صالح. انا مش بس عملت لك القوالب، ده انا جبت صناعية صب الفرن كمان. مين هيشيل التكاليف دي كلها؟ والله ما عارف اقول لك يا حسن يا ابني. المهندس اللي احنا بنتعامل معاه منه لله بيقول ان سعر الفرم غالي وان الفيوتك ارخص بكتير. قلت له ده انا متفق مع الراجل. قال لي ومال؟ خليه ينزل السعر. نزل السعر؟ معلش خليها عليك عشان الدنيا تمشي يا حسن. انا هدفع من جيبي يعني يا عم صالح، هدفع من جيبي. خلاص انا هشيل الشغل على السعر القديم، بس توقف بعد كده. اتفضل هجيب العيال يحملوهم. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. الله، هو في ايه يا حسن؟ مفيش ياما، الشغله وقفت. لا حول ولا قوه الا بالله. صلى على النبي ابو علي مال الصلاه والسلام. ما تزعلش نفسك يا حسن، لا حيله في الرزق يا ابني، واكيد هتلاقي ناس بيفهموا ويميزوا بين الاصل والتقليد ويقدروا شغلك ويقدروك. قول يا رب على الله كله خير. انت بوسه حلوه لبابا يار. قال يال قال شفت بقى؟ تحب حسن؟ على صوتك يا يارو. بتحب جندي؟ ايه؟ جندي؟ مين جندي؟ جندي جده 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 بوز جده.
بوز جدو الله توت. انت كويسه دلوقتي يا حبيبتي؟ يعني مش حاسه انك تعبانه؟ لا. طب انا عايزك تحكي لي بقى لما بتجيلك النوبه بتحسي بايه؟ بحس ان انا عايش وسقعانة. بايخة وسقعانة؟ اصلا انا لعبت مع اصحابي، الدكتور قال لي ما تلعبيش. ان شاء الله تخفي ونلعب مع بعض انا وانت لعب. هنلعب لعب رهيب. ماشي. انت مش هتسيبني وتسافر تاني؟ عمري ما هسيبك واسافر ابدا. طب ممكن تجيب لي كتاب تحكي لي حدودة سندريلا؟ ماشي انا حافظ، احكي لك على طول من دماغي. طب احكي. لا انت عايزه الكتاب؟ عايزه الكتاب عشان اشوف العربيه. وانت بتحب عربيه سندريلا؟ نفسي اعرف كمان بتحب سندريلا دي ليه؟ عشان انت قلت لي ان هي عايشه ومبتموتش، فانا عايزه ابقى زيها. ما انت هتبقي زيها وهتعيشي وتبقى حكايه كبيره قوي. يلا نحكي. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. كان يا مكان يسالف العصر والاوان بنت جميله شبه يارو اسمها سندريلا. سندريلا كان ابوها راجل غلبان وكان عنده بنتين تانيين من ست تانية، وكانت ست شريرة ومش بتحب سندريلا. وفي يوم من الأيام الأمير أعلن إنه هيعمل حفلة، حفلة كبيرة قوي هيعزم فيها كل الناس، كل الناس. الحفلة دي كانت سندريلا بتحلم تروحها. يوم الحفلة مامة البنات كانت غيرانة من سندريلا، قالت لها انت هتقعدي هنا ومش هتروحي في حتة. دوشتنا بقالك يومين عمال تدقدق على البتاعه دي. انت ناوي تبيع جولاتي ولا ايه؟ جولاتي؟ مش هرد عليكي. ايس كريم، روتيلا، كوردنبو. صدقي فكره يا بت، انا هكلم عم شعبان هو يعمل لي المخبوزات ونعملها بالايس كريم. لا جدع، بتعرفي تفكري لسه. طبعا بعرف افكر، ده انا بقيت بجيب كل هدومي من المهندسين، ده انا بقيت واجهه. ينفع اشتغل معاك؟ ينفع. ينفع تاكل عيش بدل ما انت ضايعه كده واقعه من 18؟ ناكل عيش سوا، ربنا يرزقك يا حسن يا رب. انا اديلك شرف ان انت ترشي اليافطه. الاميره وصلي. اهلا 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 اهلا. حبيبي 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 حبيب بابا. ها ايه رايك في المفاجاه دي؟ حلوه. عربيه مين دي؟ سندريلا. لا عربيه يارو. عربيه مين؟ يخشي. ما تخافيش من طنط مع عفريت اللي بني ادم. تحبني اكتر منك؟ اخرس. تيجي نرص؟ تعرفي تصي؟ يلا. برافو. كمان واحدة. شاطرة.
شاكرين عم شعبان. عفوا حبيبي. بقول لك ايه، انت تعرف تعمل اللي هو الحاجات اللي زي الكريب والوافل والكلام ده؟ يا ريه ابو علي بصباعي الصغير. الله عليك يا اجنبي. مش كده. طب انا اكتب لك بس لست، عايز شويه طلبات من دي عشان هعملها مع الايس كريم وشغاله في العربيه دي. تؤمر يا حبيبي، عناية الاثنين. ربنا يخليك. اي اوامر؟ الله يكرمك. صباح الفل. تعبتك معانا عم شعبان، معلش. ربنا يخليك، تعبك راحه يا حبيبي. باي باي يا حبيبتي. قول لجدو باي. باي 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 باي، سلام. يلا. يلا نشيل. شيلي بقى. هوب. شيلي دي، شيلي دي. شيلي دي، دي. هلا يا بطلة الحكاية، يا بطلة الحكاية. برافو. شيلي يارو. يلا تانية يارو. شيليها. جامد. قوي. هو كده. الأميرة يارو. يلا. تيجي نروح نتغدى؟ يلا ناكل؟ يلا. ايه يا راجل انت؟ ايه حكاية رجب مع هند؟ الله، هو ابن اخوك مناعة انها تكلمنا ولا ايه؟ ولا يكونش خايف ان احنا نطلب منه حاجة؟ يا جندي ما تحطش في بالك، كل الحكاية ان الواد بره اعصابه تعبانة ويحاول يوفر تمن المكالمة الدولي. جس سلم؟ طب ما في حاجة اسمها نت؟ ولا انت ما سمعتش عن النت؟ ما كل الناس دلوقتي بقت تكلم بعضها عليه، مش كده وبس يا ناصر، ده بيشوفوا بعض كمان. يا ناصر، حسن عايز يكلم اخته ويطمن عليها. خلاص ماشي، انا هخليه يكلمكم كلكم. يا ريت يا ناصر، يا ريت. وعايزك تقول لرجب ان حسن بيحبه وبيستجدعه وان اللي حصل ده كان غصب عنه والله. خلاص يا جندي بقى، مفيش داعي نفتح في اللي فات. انا خلاص هخليه يكلمكم وانت بقى خلي حسن يرضي. ماشي ماشي يا ناصر. هاتي تحلو تحلو معاك يا يارو. هاتي تكمل برضاك. هاتي تحلو بتحلو معاك وحياتي تكمل برضاك. اوقاتي بتحلو. طب وبعدين هتعمل ايه في وعدك ليها انك مش هتسيبها وتسافر تاني؟ هو بالسفر ده تقصد السجن صح؟ تفتكر ان هما هيسيبوك؟ لا. وبعدين بكده مش هتوفي بوعدك لبنتك. تفتكري؟ هو ده اللي هيحصل، وعدتها بحاجة مش هتنفذها. أنا ابتديت أفهم شوية من اللي بيحصل بعد ما اتفرجت على التلفزيون امبارح وشفت الكلام السناء المصري واللواء اللي معاها ده قالوا. فهمت إيه؟ فهمت إنك مظلوم بتحاول تاخد حقك، والحقيقة هي فكرة ذكية إن أنت تكسب مشاعر الناس، بس ده مش كفاية إن يطلعك من هنا من غير ما تتعاقب، من غير ما يحققوا معاك. في الأول وفي الآخر أنت اقتحمت مستشفى وخدت رهاين، في متفجرات في كل مكان. أنا مش خايف من العقاب، أنا خايف من حاجة واحدة بس، وعد وعدته لبنتي ما أقدرش أوفي بيه. يبقى في حل واحد، لازم تطلع من هنا بصفقة معاهم. صفقة إيه؟ إحنا عارفين هم عايزين إيه، هم عايزين الرهاين. أعمل معاهم ديل، إديلهم الرهاين وبقصاد كده تطلع من السجن. أنت طيبة أوي على فكرة. تفتكر هما هيقبلوا بده؟ لازم يكون في حل. انت واخده بالك ان انت كده بتساعديني؟ بساعدك؟ شريكتي. طب ايه رايك تكملي معايا للاخر واديكي جزء من الفديه اللي هيدفعوها؟ انا مش عايزه منك حاجه، انا مجرد متعاطفه معاك.
وعايزاك توفي بوعدك لبنتك. خلاص ما تتكلميش، ما تقوليش حاجة انت مش قدها. انا عارف كويس اوي اخرج من هنا ازاي وامتى. وهتتسجن وهتنفذ وعدك ليها ازاي؟ هنفذ وعدي، هنفذه. يا فندم لازم وزير الخارجيه يتدخل فورا ويعرف الحساب ده بتاع ايه. ده شغله هو يا فندم مش شغل انا. التاخير يا فندم مش في مصلحه حد فينا. ماشي يا فندم، مع السلامه. اسمعنا يا امجد. اتفضل يا باشا. اكيد انا مش عايز حد يقع من الرهاية. في نفس الوقت عارف انك معضل الموقف وهتقول لي ان الحل الموضوع بالطريقه دي باي اقتحام هيكون فيه خسائر كبيره. بس انا بقول لك يا امجد، لو في اي طريقه اتخلص بها الموضوع بخسائر بسيطه نفذ كده فورا. يا فندم لو في قنبله انفجرت هيبقى الخسائر كتيره جدا. انا بقول لو في طريقه يا احمد. انتوا مش مدركين الخطوره اللي البلد كلها فيها من الموضوع ده؟ فهمني يا امجد؟ فاهمك سيادتك. لو عندك اي حل نفذ فورا. هنعمل ايه يا باشا؟ صباح الخير. جهزت الفلوس؟ والله انا فكرت في الموضوع كويس قوي وشايف انسب حل للموضوع بتاعنا ده. لو الفلوس لازم تدفع لحد يبقى لازم اللي ياخدها هو حسن. انت بتستهبل؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ نسيت ان انا اللي عامل الفلوس دي؟ نسيت التمويلات وغسيل الاموال وكل حاجه عملتها لك؟ انا ما نسيتش اي حاجه. يا ريت تعاملني باسلوب احسن من كده. احنا رجاله كبار وعارفين بعض كويس قوي. خليك مكاني يا اخي. سناء وحسن دلدقوا بكلام كتير قوي قدام الكاميرا وجابوا سيرتي معاكم ممكن اروح في 60 داهيه. يعني انا منتظر استدعاء من النيابه في اي لحظه. ألم الموضوع وادي الفلوس لحسن ولا أنت شايف إيه تاني؟ شايف إنك تسمع كلامي زي الأول وتنفس. وأضمن منين لو سمعت كلام سيادتك؟ يعني هتلم المشاكل قبل ما تكتر ومش هتورط معاك. تتورط؟ تتورط؟ يا ابني أنت كده كده متورط ولا تحب أطلع لك اللي عندي؟ أساس إن أنا لو وقعت يعني مش هجيب رجلك معايا. لا انسى يا باشا انسى. احنا عارفين بعض كويس قوي وأنا جاي لك دغري في الكلام ومن غير لف ولا دوران. أنا ما همكش وأنت ما بتحمينيش. ما بتحميش غير مصالحك ورجالة كبار العليوي اللي يهموك. وما دام كل واحد بيشتغل لمصلحة نفسه فانا هعمل اللي فيه مصلحتي وبس. انت عارف معنى الكلام ده ايه يا فهيم؟ معناها ان مش الحيطه المايله بتاعتكم. خايف عليهم وعايز تحميهم. خلوهم هم اللي يدفعوا الفلوس يا اخي. بلاش تيجي على الغلبان اللي زيي. طب اسمع بقى يا سير غلبان، عشان شكلك كده نسيت انت بتتعامل مع مين. الناس اللي انت بتتكلم عليهم دول يعرفوا يحموا نفسهم كويس قوي من غير ما يدفعوا ولا مليم. دول وببلاش كده يقدروا ينسفوا اي حد من على وش الارض. يعني انا وانت ممكن بعد شويه ما نكونش موجودين في الدنيا دي كلها. خايف عليهم، خايف على نفسك، قلقان منهم، متعاطف معاهم. ادفع لهم انت يا اخي. انا فلوسي كلها بره مصر، ما اقدرش اسحب جنيه واحد. تقدر تحول اي مبلغ انت عاوزه. انت تقدر طايره وتقدر تعمل كل حاجه، دي بسيطه. الناس دي ما بتعملش مع البنوك، دول مطلوبين اكتر مني. انا مش هقدر اقول لك دلوقتي غير يفتح الله. انساني، ال50 مليون دولار مش هدفعهم غير للحكومه يدوهم لحسن. اي مليم تاني لاي حد
مش هيحصل. أنا مش البنك المركزي بتاعكم. يعني أنت مصر تعمل اللي في دماغك؟ مضطر يا باشا، مضطر. ويا روح ما بعدك روح. بالإذن يا باشا. طيب وأنت تضمن منين إن حسن هينفذ كلامه؟ أنا ما عنديش أي ضمانات وخلقتك. بس أعمل إيه؟ أنا غرقان. والغرقان يتعلق بأشياء. عايز ألحق نفسي قبل ما بقلل. خد بالك اللي أنت بتعمله ده مش هينجيك. حتى لو خلصت المشكلة دي هتلاقي نفسك دخلت في مشكلة تانية. ومعايا أنا شخصيا، خاف على نفسك من دلوقتي يا أستاذ فهيم. أنا كل اللي يهمني إنك تحل مشاكلك وتخلص منها، وبعد كده بقى أفكر فيا أنا بقى على رواقة. بالإذن يا باشا. افتح يا ابني. الذين قالوا لإخوانهم وقعوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. إيه يا أخي ياسر، هنتغدى في الجنة النهاردة سوا إن شاء الله؟ إن شاء الله أخ بدر، إن شاء الله. إيه يا أخ ياسر؟ أنت مش عايز تخرج للعملية ولا إيه؟ في حد يتأخر عن معاملة ربنا سبحانه وتعالى؟ بس أنا زعلان على حسن. كانش نفسي مصيره مع أهل النار. أنت آخر مرة قابلته أمتى؟ سلام عليك أبو علي. إيه يا عم شعبان؟ أنا جاي لك أهو. امسح إيدك بالمناديل. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ايه يا عم شعبان، اتاخرت كده ليه يا عم؟ معلش بقى، ما قبل ما كنت بوضب الحاجه بس. لا انا بشطب. لا معلش، تمام تمام، ربنا يسهلها لك ويبارك لك يا رب ويرزقك ويرزقنا يا كريم. ربنا يكرمك. الله يخليك يا حبيبي. تجهزت كل الحاجات اللي قلت لك عليها؟ طبعا كل الاصناف. تمام. ياسر. السلام عليكم. خلي بالك من البيت عم شعبان. حاضر. اقول لك ايه، انا مش جاي عشان اسمع الكلمتين اللي مالهمش لازمه دول. انا خلاص ربنا هداني لطريق الصلاح. طريق الصلاح؟ وربنا امرك تقتل الناس؟ ربنا امرنا بالجهاد واقتل المشركين. يا ابني فين المشركين دول؟ فين المشركين؟ شاوري يمكن يكون انا عميت. ولا انت وانت شوهت صوره الدين في كل حته في الدنيا. كفايه بقى. ده كلام الضعف، كلام اللي فضل الدنيا عن الاخره حسن. ولا انت ما سمعتش عن قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم؟ سمعت لكم دينكم ولي دين، وسمعت وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، وسمعت لا اكراه في الدين، وسمعت من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وسمعت افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. سمعت حاجات كتير قوي من اللي انت مش عايز تسمعها. لا انا ولا انت علم عشان نفسر الدين حسب اهوائنا. تعال تعال معانا وانت تعرف ان انت كنت فاهم الدين غلط. اسمع الشيوخ. الشيوخ بتوعك دول بقى هم اللي خدوا توكيل التفسير؟ كلام ربنا مفسر نفسه يا ياسر، بس احنا اللي عمينا. حسن حسن، انا هنا عشان ابقى في ظهرك، عشان اخد بايدك دنيا واخره. حسن نبقى مع بعض يا اخي، ناخد ونشد بازر بعض. حسن احنا محتاجين لك يا اخويا، يعني انت كنت راجل مقاتل في الجيش وبتفهم في المتفجرات، وانت كمان محتاج لنا. يعني انت عاجبك بنتك اللي عيانه ومش عارف تصرف عليها ومش عارف تعالجها؟ عاجبك حال البلد اللي احنا عايشين فيه؟ ها؟ اقول لك
احنا هنعالجها لك. فلوس ايه؟ فلوس كتير ولسه في تاني. والله العظيم لنعالج لك بنتك يا حسن. امسك بس خليك معانا اخويا، خليك في ظهر اخوك. ايه انا بتبصلي كده ليه؟ مستغرب. ايه؟ مستغرب؟ مستغرب على اللي بيحصل في الدنيا يا باشا. شايف ناس قدامي ولا عمري كنت احلم اعدي من قدامهم ويطلعوا بالفجر ده كله وعايشين عادي عادي ولا حد بيسألكم بتعملوا ايه واخدين البلد لحساب. لما احنا الغلابة لو واحد منا خد قرض 500 جنيه وتأخر على قسط واحد ياخد سنة سجن. ده احنا مش طلعنا غلابة وبس، ده احنا طلعنا ولاد 60. بقول لك على حاجه، انا شمتان وكتاب الله شمتان فيه بس اللهم صحيح يعني اللهم لا شمات انما انا شمتان. اقول لك الحق يعني شمتان. يا ريت تفكر في كلامك كويس قبل ما تقوله عشان ما تتقلش حسابك معايا اكتر ما هو تقيل. حساب؟ حساب يا باشا؟ انت مش عايش ولا ايه؟ انت لو خرجت من هنا حي مش هتخرج الا على السجن عدل ان شاء الله. حتى لو خرجت من هنا على السجن انا ليا حبايبي اللي انا مجملهم هوصيهم عليك كويس. بلح بلح وكتاب الله بلح. ايوه بعد اللي عملوا فيك حسن كل اللي بتقول عليهم هيخافوا على نفسيهم، مش من حسن وبس، اي حد تاني حتى مني. كتاب الله مني. حسن كسر الخوف يا باشا. ايوه كسر الخوف. تعرف يا باشا الواد لو فيه منه كتير كانت الدنيا دي تبقى غير الدنيا. للاسف يا باشا فهيم طلع جبان وهيدفع الفدية من غير ما تكلم يا باشا. أنا عارف اللي هتقوله وحافظه كويس. كل اللي بطلبه منك تديني مهلة النهاردة بس، ولو ما سمعتش خبر موت حسن اعمل اللي انت عايزه وأنا موافق يا باشا. حياتي قصاد حياة حسن. ايوه نفس.